إلهي الله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليك إلهي العاف إلهي العاف اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قدرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء فبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل رسام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأت اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك صال خادم متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانا وفي جميع الأهوال متواضعا اللهم وأسألك صالة من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأضم في ما
ما عندك يا رغبة. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاد من البلاء أقلت وكم من إثار وقيت وكم من مجروح دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أذم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وأبسني أن في بعد أمالي وخدعت للدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يهجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفدهني بخفي من طلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى فأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك
بل زمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تبصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغفرا منيبا مقرا مذلا مترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخال كيكيايا في ساعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حملي لارتدى كرمك وصادف برك بك يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقد ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تذكي من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من عبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نتقت لتوحيدك صادقا وبشكرك مادخا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوار عصات الله اوطان تبددك طاهر فاشارت باستغفارك مذهلا ما كذب ذنوبك ولا اخبرنا بفضلك يا كريم يا كريم يا رب يا كريم يا رب وانت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها
على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير البقاء قصير مدتو فكيف توالي البلاء الآخرة وجليل وقوع المكار فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وارتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الذليل الأغير المسكين المستكين آقای من برا من چگونه خواهد بود عاقبت کارم چی میشه چی به سرم میاد تو از من نگذری چه کنم مولا جان انا عبد کندهی من بنده ضعیف و ناتوان تو هم خدا الذلیل در مقابل تو خار و بیمقدار الاغیر و المسکین و مستکین مولا جانم امشب خیلی ها رو بخشیدی و میبخشی رحمت تو شامل حالشون میکنی خدا میشه منم ببخشی آقای من میشه ما رو هم مورد رحمتت قرار بدی اگه ببخشی امام زمان خوشحال میشه اگه نبخشی شیطان خوشحال میشه خدا مولا جانم مگه خوشحالی امام زمان برات محبوب تر نیست یا الهی و ربی و سیدی و مولا لحی الامور الیک اشکو و لما من آب جواب کی لعلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت فلن سگیر تنیل لغوبات مردان و جماعت بینی و بین اهل بلاء و فرقت بینی و بین ابائک و اولیائک فابنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی سبب تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک و هبنی یا الهی سبب تو علا هر نارک فکیف اصبر علا نظر الى کرامتک هم کیف اصبر فی النار و رجایی افموش فبعزت که یا سیدی و مولا اقسم و صادقا لئن ترکتنی ناتبا لاذ الجنة إليك بين أهلها ذجي جنوم لي ولا صرخن إليك صراخ المستسرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ملك يا
يا المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيا صوت عبد مسلم سجن فيا بمخالفة وضاقت مذاب بمعصية و هو به سویلت باگا به جرمهی و جمیلت و هو به ید جویلی که دجیج محمل لرحمت بک و یونانی که به لسان اهل توحید بک و یتوسل الی که به ربوبیت یا مولای فکیف یبقا فی العذاب و هو یرجو ما سلف من علمک و رافتک و رحمتک ام کیف تعلم النار و هو یعمل فضلک و رحمتک ام کیف یرق لهیبها و انت تسمع صوتم و ترا مکانم ام کیف یشتمل علی زفیرها و انت تعلم ضعفم ام کیف یتغلغل بین اتباقا و انت تعلم صدقا ام کیف تزجر و زبانیتا و هو و ینادی که یا ربم ام کیف یرجو فضلک فی اتقی منا فتترکه فی آبا هیهات ما ذلک الذنب بک ولا المعروف من فضلک ولا مشبه لما قاملت به الممهدین من برک و انسانک فبالیقین ابتغ لولا ما حکمت به من تعذیب جاهدیک و قضیت به من خلاد ماندیک لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماك أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد في المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدا وتتملت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي أتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة خدایا همین امشب منو ببخش خدا و فی هذه الساعة همین الان عفو
جان کن مولا جانم، کل جرم اجرم تو و کل ذنب اذنب تو و کل قبیل اسرر تو و کل جل عمل تو کتم تو اولا تو اخفی تو او اذر تو و کل سیات امرت به اثبات الکرام الکاتبی الذین وکلت و بفض ما یکون من و جعلتهم شهودا علی ما جواری و کنت امتر رقیب و علی من برای و شاهد لما خفی عنه و به رحمت که اخفیت و به فضل که سترت و انت و فردی من کل خیر انزلت او احسان فضلت او بر شرط او رزق بسطت او ذنب تغفر او خطأ تستر یا رب 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 یا الهی و سیدی و مولای و مالک رجی یا من به یدی ناصیتی یا علی من به ذری و مسکنتی یا خبیرم به فقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب اصل و کبد که و قدسک و آدم صفات که و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر کم امورم و به خدمت کم امسونم خدایا کاری کن پیوسته در راه خدمت به تو قدم برداریم خدا و اعمالی رندک مقبولم خدایا اعمالمونو طوری قرار بده که همه مورد قبولت قرار بگیر خدا حتی تکون اعمالی و مرادی کلها وردن والدان و حالی فی خدمت کسر مدام یا سیدی یا من علی مولی یا من علی شکوت و احوالی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب قبل علا خدمت که جواره گیر
میر عذاب و جوارم رو برا خدمت به خودت نیرو بده خدا و اشدد علی عزیمت جوانی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک حتی اسرع الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الی قرب کف المشتاقین و ادنو و منکر دنوب و المخلصین و خاف که مخافت الموقنین و اجتمع فی جبار کم المؤمنین اللهم و من ارادنی به سوء فردو و من کادنی فکدو و جعلنی سلامید که نصیبم اندک و اقرب منزلت امک و خسم زلفت لدبک فانمو لا ینال ذالک اجلا بفضلک و جدلی بجودک و عطف علی بمجدک و فضلی برحمتک و جعل لسانی به ذکر کلنجا و قلبی به حبک متقیما و من علی به حسن اجابتک و اقلنی عثرتی و اغفر زلتی فإنک بذیت علی عبادک به عبادتک و امرتهم به دعایک امر کردی تو را بخونن و ضمنت لهم الاجابه زامن استجابت دعا شدی مولا جانم فإلیک یا رب نسبت وجیب خدایا رو به سوی تو کردم و میکنم و إلیک یا رب مدد تو یدیب دستم هم پیش تو دراز میکنم خدا فبعزت کس جبلی دایی بعزتت قسم دعامونو به اجابت برسان خدا و بلغنی منای ولا تمتم من فضل کرجایی و کفنی شر الجن و الانس من عدایی یا سریع الرضا یا سریع یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الداب بیامرز اونی که غیر از داد چیزی نداره فإنک فعال لما تشاء یا من اسمه دوا و ذکره شفا یا من و ذکر و شفا یا من اسم و دوا و ذکر و شفا خیلی ها
التماس دعا گفتن و مریض دارن. خدایا همه مریضامون و شفایا جل نایت بفرمان. خدایا امراض ظاهر و باطن هممون عافیت ببخش. خدایا مریضایی که سفارش کردن عاجلا لباس شفا بپوشا بود. یا من اسم و دوا و ذکر و شفا و طاعت و غنا ارم من رأس و مال رجاب. رحم کن به کسی که سرمایش امیده مولا جانم و سلام البکار. رحم کن به کسی که سلاحش گریه است عشق و ناله است. بر کسی عشق دادن حال بکا دادن خیلی نعمت دادن. خوشحال اونی که عشق و گریه و ناله داره. شب جمعه است شب زیارتی ابی عبدالله. واسطه اونم امشب حسین علیه السلام. پدر و مادرم به فداش قربونش برم. امام رضا فرمود برا هر چی خواستی گریه کنی برا حسین گریه کن. یعنی تا گوشه چشمتون تر شد برا هر مورد و موضوع و مسئله و هر چیزی زود دلاتون رو متوجه کربلا کنید و برا حسین ناله بزنید. گناهکارای مثل من رحمت واسه خدا حسینه. میخواد خدا زود ازتون راضی بشه. میخواد زود بگذره ببخشه. برا حسین گریه کنید. عشق برای ابی عبدالله پرونده سیان اعمال و میشویه. پاک میکنه فاصله تو با امام زمانت کم میکنه. موجب رضایت و خوشنودی خدا. یا سابقا نم یا دافا یا نور المستوشین فی الظلام یا لمن لا یعلم صل علی محمد و آل محمد و فعل بی ما انت اهلوب و لا تفعل بی ما انا اهلوب و صل الله علی رسول و لأمة المیامین من آله وسلم تسليما كثيرا.